هو من تحت الأخلاقيات، من تحت الأخلاقيات. ونحن اليوم في إطار تنزيل هذا من تحت الأخلاقيات. وجونا مجموعة ديال الملاحظات، باش ما نقولش ولا نقولها شكايات، ديال مجموعة ديال المرادين ديال الحيطة والمعاصرة، في مجموعة ديال جهات المنطقة. وهذه الملفات بالطبع غيتبعها المسار ديالهم، يعني مشاو للجان الجهاوية. وجدنا ثلاثة شكايات وشكاية من مقاولة إعلامية لقيادة من قيادات حي الأثار والمعاصرة وعضو من القيادة الجماعية، وفقط وأقول فقط بعد نقاش طويل ديال ثلاث شهور ولا شهور كيحاولوا الأمور يسلكوها بأحسن صورة ممكنة، لا بالنسبة للأستاذ المعني ولا بالنسبة للحزب. فقط فعلنا هذه المسيرة، من اعتبرنا أن جميع المناضلات والمناضلين يكونوا مناضلين في الجهات الأقليم أو قيادي وطني، هم سواسية أمام الميثاق الأخلاقيات والقانون الداخلي للقطر والمعاصرة. وفي هذا الإطار كان هناك نقاش، نعم أعتقد أن البعض يبطل مثلا مصدق قبل ما يدير المكتب السياسي مع الأخ المعني، مش نحاولوا كواحد في الوسط، ونقاش داخل المكتب السياسي بحضور المعنى، وتم التصويت حسب المادة 106 للقانون الداخلي أن يكون هناك تجميل عضوية للأخ المعني ومراسلة لجنة الأخلاقيات باش تثبت في هذا الموضوع، لأن نحن لسنا بمحكمة، احنا جبنا شكايات ونطلب اليوم المنتظر، لا من ما داكشي اللي كنقراه هنا وهناك عندكم أو حتى المنتظر على المواطنات الوطنية يكون واحد السياسة اتباقية، مشيتا نجرى مشكلة وفرسناش ما نقولوش. جاتنا واحد شكايات اعتبرنا بأننا نتحملوا مسؤوليتنا أمام مواطنات المواطنين وأمام الرأي العام الوطني. ما كاينش شي واحد ليحكم على شخص أو شخص آخر، قيل فقط بإجماع الحضور بأن كاين هناك شبهات وشبهات الجنة داخل المنطقة. هذا هو ملخص ديال الاجتماع البارح ديال المكتب السياسي. فإنني كنذكر بالبلاغ ديال المكتب السياسي الذي صدر أمس، والذي ورد فيه بوضوح وبصريح العبارة بأن جميع أعضاء المكتب السياسي صدقوا بالإجماع على قرار تجميد عضوية الأخ صلاح الدين أبو الغالي مع الإحالة على لجنة الأخلاقيات. وهذا القرار اللي اعتبرته أنا شخصياً مادام أنني تجربت بطريقة غير مباشرة من خلال البلاغ ديال الأخ، فمن الأحرى أنني على الأقل نذكر بالموقف ديالي، أنني كنت مع هذا الموقف ولا زلت مع هذا الموقف. وحنا اليوم ملي تبنينا ميثاق الأخلاقيات حزب أثار والمعاصرة، ليس لأجل الطبق الإعلامي أو السياسي، ولكن لأجل تفعيل المقتضيات ديالو على أرض الواقع، خصوصا وأن إرجاع الثقة للعمل السياسي ونبل العمل السياسي لن يتأتى إلا بتحصين بيتنا الداخلي من جهة. اليوم كانت مجموعة من الشكايات التي تقاطرت، ربما وصلت بالدهون نتيجة الشكايات التي تقاطرت على المكتب السياسي، هذه ممكن، ولكن أن أصيب بالدهون نتيجة قرار أنا ساهمت في اتخاذه فهذا لا صحة له ولا قوة له أمام بلاغ واضح تبناه جميع أعضاء اللي كانوا حاضرين معنا، وهو تحسين حل كل لبيتنا الداخلي، لأن الهم ديال تخليق الحياة السياسية نحمله معنا منذ التأسيس. هذا الحزب الذي انبنى على مرجعية ديمقراطية حداثية، اللي انبنى على توصية هيئة الإنصاف والمصالحة، على تقرير الخمسينية، حنا جينا وانخرطت أنا كأول انخراط ديالي السياسي واعتز بانخراط الحزب أثار والمعاصرة لأجل ممارسة السياسة بلون مغاير، ولن نمارس السياسة إلا بإعادة الثقة للمشهد السياسي. أنا مع القرار وسأظل مع القرار وسأحترم قرار ديال لجنة الأخلاقيات، وهذا راه حماية لجميع الأطراف، على الأقل لجنة الأخلاقيات عندما تتخذ القرار سيرفع عنها الحرج. فيما يخص القرار اللي اتخذ فيما يخص الأخ ديالنا أبو الغالي، احنا كحزب اولا الحزب الاول اللي بادر منذ البدايه هو الاول باش يعطي اشاره اولا لمن يريد، اللي بغى يتسنى يعطي اشاره على انه من الخطاب جلاله الملك، ماشي خطاب واحد جلاله الملك،
خطابات ديال الملك اليهودي اللي بغى يمشي للتخريق ديال الحياه السياسيه والحياه العامه. الحزب ديالنا طاع ان يكون هو الاول باش يوضع هذه المدونه ديال الاخلاق، هذه المدونه ديال الاخلاق اللي توضعتها الاخت مع واحد العدد كبير ديال المحامون وديال المثقفين في الحزب ديالنا، وهذه المدونه ديال الاخلاق دوزناها وتصدر عليها المجلس الوطني الاخير. اذا وفي الاجتماع الاول في الكتب السياسي، في الاجتماع الاول بعد المصادقه، خاضت الكلمه الموسيقى الوطنيه وقالت، قالت بالحرف هكا على ان هذه المدونه اللي صدقنا عليها في المجلس الوطني ليست بالتصاور، ليست هذه المدونه غير باش نقولوا احنا راه عندنا مدونه، راه طالب الناس كيطلبوا المدونه، حد المدونه، هذه المدونه سوف تطبق على ارض الواقع كان كيف ما كان العضو ديال المجلس، ما كان العضو ديال حزب الاسرى والمعاصره في المستوى المسؤوليه ديالو، كان وزيرا او كان برلماني او كان رئيس جماعه او كان مناضل عادي، اذا سوف تطبق بالحرف. وبالتالي كان واضح التوجه ديال الحزب ديال القياده الثلاثيه وديال المكتب السياسي ديال الحزب كذلك على انه تكون عندنا هذه المدونه للتخليق بالفعل السياسي. اسمحوا لي ملي كيجيو شكايات الاخ والاخت بلا قالت لك شنو نوع الشكايات راه فيها من الخطوره في مكان، هي فيها مسبوع احتيال، ولا يمكن لحزب في مكان الحال على ان واحد القياده الاول ديالو اي في القياده الثلاثيه واحد منهم على يمكن ان المتابعه بتهم ديال النصب والاحتيال والحزب يبقى زاد، لا يمكن. وبالتالي حاولنا، والموسيقى الوطنيه عملت من جوان باش ما يوصلش هذا الشيء للمكتب السياسي وتخذ فيه قرار. داروا ثلاثه ولا اربعه اجتماعات مع السي ابو الغالي وصديق ديالنا، صديق ديالنا طب في البار، ما عندنا ما نقولوا شيء، زعما عندنا به الخلاف الوحيد اللي عندنا معاه هو انه كنقولوا ليه حنا راه عندك هذا المشكل ديال خيانه الامانه وهذا المشكل ديال النصب والاحتيال، اشنو واش كتقول بهذا الشيء؟ سير قد شغالات باش ما نخرجش حنا ناخذوا فيه قرار فيما يخص المكتب السياسي. كيقول لنا الجواب لا يريد ان يجي مع هذا الموضوع، كيقول لك هذه مساله خاصه مساله تجاريه. السي ابو الغالي راه ماشي تجاريه، ماشي بعتي وشي ريتي وزن، لا، هادو الناس كيتهموك بالنصب والاحتيال، هذا بعتي ليه ودرتي معاه وشي داك الشيء بعتي لواحد اخر، اذا هذا كيتسمى النصب والاحتيال. وبالتالي ارتاح الحزب على انه كما قال السي بن سعيد على انه باش يحيدوا الاخرين ما كناش فرصنا، ولكن يعاد على المكتب السياسي وعلى حزب الاسرى المعاصر على انه يصيق واحد من القياده الثلاثيه عنده الاشكاليات ويخليه يقعد يقول لي بغيت عليه، لا يمكن. وبالتالي اتخذ القرار باجماع. ولذلك فاحنا باش باش نوضحوا لهم، حنا جينا ما كنجلدوا حتى شي واحد، السي ابو الغالي هو صديق ديالنا جميعا، عشرناه لاكثر من 16 سنه، شرنا معه جنبا الى جنب، ما عندوش مشكل في ما عندناش، ما توصلنا حتى شي شكايه ولا شي ملف فيما يتعلق بالزبيرو للمال العام، امور اخرى اللي كنتو كتعرفوها انتم ولا عندكم عليها معطيات علوها لنا. ما حنا كيف قلت السي اشرف، حنا لسنا بمحكمه كيف كنقولها للجميع، باش كتوجهش انت بالكلام، حنا ماشي القضاء، حنا عندنا واحد الاليات تدبيريه اخلاقيه اللي هي كتطبق فقط اجراءات تاديبيه. هذه الاجراءات التاديبيه شنو هي؟ النصب السياسي او الامانات الجهويه، لانه عندنا اللجنه الاخلاقيه الوطنيه واللجان الاخلاقيه الجهويه حسب تراتبيه المسؤوليات، الملفات كتوجه الى كان منخرط في هذا ما عندوش حتى شي مسؤوليه تنظيميه ولا انتخابيه، كيتوجه للجنة الأخلاقية الجهوية. إلا كانوا ملفات مثلا ديال رؤساء جامعات ولا برلمانيين أعضاء المكتب السياسي وزراء ولا غيرهم، هذاك اللجنة الأخلاقية الوطنية. وحتى الملفات ديال الجهوية إلا كان فيهم بعض التعقيدات ولا ملفات اللي كتخرجوا تخيلوا كتطلع الوطني. دونك هنا هذا هو المصدر اللي عندنا، وكلشي مدقق في الأنظمة ديالنا وممكن أنكم تطلعوا عليه. وبذلك حنا ما غناخذوش فيه قرار قضائي، وما عندناش الصفة القانوني باش اننا نتوجهو للقضاء، حنا ناخدو الامور ديالنا تاديبيه، قرارات تاديبيه، القرار التاديبي الاول هو ديال المجلس السياسي والامن الجهوي، الثاني هو تجميد ديال العضويه، وبعد ذلك يتم احاله لجنه الاخلاقيات التي يا اما كتسابق على ذلك التجميد وتاخذ قرار يا اما بالاقاله او الطرد، او كتقول بانه التجميد غير صحيح وكتعيد للمسطره وكتقول يعني النظر فيه، وممكن انه في مصادر الاستئناف وفي واحد عدد المصادر. ولكن كنقول دائما كنحرص وكنسطر انها اجراءات تاديبيه، حنا ماشي كنحاكموا الناس، ولكن كنقولوا بانه
داخل الحزب ديالنا عندنا قوانين يجب ان تطبق، ما تبقاش حبر على ورق. هو دونك اللي عنده الصفه باش انه توجه القضاء هما المشتكين، المشتكين بغاو توجهو القضاء. هاد الساعات حنا اللي علينا توجهونا كمؤسسه، اللي علينا ان المؤسسه خدات، المؤسسه الاولى اللي هي المكتب السياسي خدات القرار ديالها، المؤسسه الثانيه اللي هي المجلس الوطني عبر لجنه الاخلاقيات راه غادي تدرس الامر ديالها وتقول لكم راني وضحت امامكم يعني الاعضاء كيفاش كيتم الاختيار ديالهم والصفات والشروط اللي خصهم يمتازوا بها. وبذلك فاحنا في يعني شفافيه ووضوح تام مع انفسنا ومع